بابي نجوم السماء الروقان ده. أحلى خروج عندي في حياتي. أحلى، بس يعني في حاجة لفتت انتباهي كده وأنا نازل. إيه ريحة كده جامدة؟ ما شاء الله ما شاء الله، والله أكني والداها من يومين بجد. أنا يعني ما شاء الله، الله أكبر، ما شاء الله. شوف الدبدوب. ايوه طبعا متدفي طبعا بحضنا. طب ممكن بقى ادهني شويه، ممكن حبه صغيره. طب مين هيسوق؟ ده جربي سوقي. اه تمام اوكي حبيبي. شوف بتحبها ازاي. انا جيت لكم عند الدكتور اهي، وهنسالها سؤال دلوقتي. هل البيبي لما بيبقى قدام المرايه كده ويلعب، هل ده خطر؟ ده حرام يعني؟ لا حرام. انا لا هنتكلم ناحيه يعني التربيه. اه التربيه مفيش اي حاجه من الحاجات دي، بالعكس ده بيخلي تطور العقل الذهني والعصبي يتطور، عشان كل ما بيعمل رياكشن هو الرياكشن موجود قدامه التاني، فكل ما الطفل يلاقي رياكشن بيتكرر بيعمل. دايما نقول ايه، كل ما يطلع صوت نعيد الصوت تاني، كل ما يطلع رياكشن في المرايه بيتحرك قدامه. بالعكس ده هو اصلا لما ينام تاني تايم انا عايزه يتحط قدامه مرايه، عشان خاطر كل شويه برده لما يتحرك الرياكشن يلاقي فيه تفاعل. الطفل دايما بيحب الدكتور هي نفسها بتقول لكم ان ده حاجه كويسه. لا 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 كويس جدا، برافو عليكم، شاطرين شاطره جميله.